التمثيليه السياسيه للنساء حق خصو يتحقق. انضمت الجمعيه الديمقراطيه نساء المغرب، جمعيه انطلاقه نسائيه، قافله تحسيسيه في 6 ديال الجهات في المغرب في 12 عماله واقليم. هذه القافله ما مستش فقط المدن الكبرى، مسات المدن الصغرى، الضواحي، ومسات كذلك قرى المغرب والمناطق اللي ما عمر وصلت لها شي قافله ديال التحسيس او ديال التواصل. القوافل التحسيسيه كانت عندها ثلاثه الاهداف الاساسيه. الهدف الاول هو مواصله النقاش حول القوانين التنظيميه المتعلقه بانتخابات تشريعيه وعلى راسها قانون تنظيمي لمجلس النواب وقانون تنظيمي للاحزاب السياسيه. ثانيا تحسيس الراي العام الوطني باهميه توسيع المشاركة السياسية النساء عن طريق الترشيح والتصويت على النساء. ثلاثة الهدف الثالث هو خلق نقاش حول المؤسسات التشريعية وعلى رأسها البرلمان، وذلك من خلال تناول جوج القضايا. شو هو دور البرلمان؟ واحد، جوج، شنو هي اي سياسات عموميه نريد؟ هل نريد سياسات عموميه عامه ام نريد سياسات عموميه مستجيبه لمقاربه النوع الاجتماعي؟ لنصوت على النساء. هاد المسرحية الاسم ديالها صوت لبنان. مسرحية لعبات دابا العرض 11، لعبنا في تيزنيت، أكادير، ورزازات، زاكورة، مكناس، وجدة، بوعرفة، حسيمة، تطوان، الشاون. درنا جولة عبر المغرب، اليوم العرض الأخير في مدينة الدار البيضاء. وكان حتى كان الحلاقي كيدير الحلقة وكتجي بنتو مخبيه في واحد الزي ما كيعرفهاش، وكتقول لي انا بغيت ندير الحلقه حتى انا مرشحه باغي نوصل الصوت ديالي، ولكن هو كيرفض. على العكس انه الحلقه ديالو ديما على المراه وتمجيد المراه وكيرفضها، ومن بعد كتجي وصحابها ويحاولوا يقنعوه ويقنعوا الناس معاهم باللي ان راه ممكن المراه تحمل مشعل السياسه وتخدم في بزاف المجالات وكذا. كتبقى في النهايه كيوافق الاب اللي هو الحليقي. الحليقي اختار لنا رمزيه الحليقي اللي هو النقطه المشتركه ما بين السياسيين اللي يحطموا المراه في العمل السياسي بجوج، كيبيعوا كلام الناس. هذه النقطه المشتركه ما بين الحليقي وبين السياسي. لا ميزون سين ديالها مشات على اساس انها ممكن تلعب في اي مكان كما كان، قهوه، دار، زنقه، اوتيل، فهمتي؟ المهم فين البلاصه اللي غيكون فيها الناس. اش غديري؟ اجيتي هنا؟ ها؟ طرشيتي؟ ها؟ 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 ها؟